شاء الله استاذ، ان شاء الله بنخبر. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمر؟ الحمد لله أستاذ نافع. كيف حالك الأستاذ سام؟ عن نفسي لا تناديني أستاذ إلا إذا كان تقصد أستاذ طابوق. نعم. عموما الأخ حارب وصل ولا بعده؟ والله قبل شوية كان يكلمني على الخط، قبل لا تقيه دقيقة. بيوصل بعد شوية إن شاء الله. كذاك من أولها؟ العموم قاعد الاجتماعات جاهزة، وأنا رتبت كل شيء حسب أوامرك يا أبو زاهر. طيب انا اريد تفاصيل الاجتماع كلها تكون مكتوبه ومحفوظه حتى نقدر نوثقها قانونيا فيما بعد. ان شاء الله بيكون كل شيء جاهز. على العموم تفضلوا الحين لقاعه الاجتماعات، واذا في شيء ناقص انا حاضر في الخدمه. طيب تفضل يا سلام. تفضل. الو، أنا جاهز لتسجيل محضر الاجتماع أول بأول. جيد، جيد جدا، بس يا ريت تسجل كل شيء. طبعا طبعا. قبل لا نبدأ الاجتماع تحبوا تشربوا حاجة؟ أنا عن نفسي ما أريد إلا إذا كان أبو زاهر. لا أنا ما أريد، شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي شوية تأخرت على الاجتماع. منور يا حارب، منور. الله ينور عليك. بس ود شوية. نوع من التغيير يعني. بس كان الريحة فيه شوية زايدة على الصبغة. يا جماعة الخير، ما كان عقيلة تأخرت علينا شوية، المفروض أنها تكون واصلة يعني. صباح الخير. صباح النور والسرور. صباح النور والياسمين والوقت. شباب اقول لكم، ايش رايكم يعني قبل الاجتماع نشرب شاي؟ والله زين، بس انا اريد اسود مثل شعرك بالضبط. طبعاً إحنا تسعدنا مشاركة الشباب أمثالك يا أخ رشيد، ولكن في الوقت الحاضر ما عندنا وظائف ثابتة. كيف يعني ثابتة وما ثابتة؟ الوظيفة وظيفة حسب ما أعرف. يعني إنك تكون موظف عندنا في المؤسسة بالقطعة أو بالعقد أو حتى بالأعمال اللي أنت تقدمها تحت التجربة يعني. الظاهر إن المكان هذا ما مكاني، عن إذنك. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الاجتماع. حيث أن أبو زاهر، مالك إنك جالس ناوي تخطب أنت؟ السالفة ما تريد كل هذا؟ لا 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 لا، لا يا سلام لا. كذا تدار الاجتماعات وبهذه الطريقة؟ لا تقوم تتدخل وتقاطع الناس. أنا ما قلت شيء، بس أنا من رأيي إن المناسبات هذه والرسميات هذه ما لها داعي، لازم نقلل منها. ترى يا جماعة البساطة مطلوبة. أنا رأيي من رأي سلام، قصدي عشان نستغل الوقت. أنا بعد رأي من رأيش، أنا موافق. هو كذلك. المهم خير سلام، إيش جالس تشم؟ يا جماعة يا جماعة، ريحة الصبغ هاي مدوخة راسي، أنتوا ما تشموها. إيش نشم صبغ وما صبغة، مالك الله يديك. كمل كمل كمل. أنا أقول ما دام أنكم وافقتوا على الشراكة الثلاثية ضمنيا، فمن المفترض ان نحن نختار اسم عشان يتم اشهاره للشركه يعني. الوالد الله يرحمه كان مسمينها عيد الاعياد،
فأنا أشوف إنه الاسم مناسب. اسم جميل، عيد الأعياد، أنا موافق. ها سلام، إيش رأيك؟ أقول إن الاسم ما مشكلة يعني، بس أنا من رأيي إنه يكون اسم المؤسسة أولاد العسل، وأعتقد إن هذا الاسم زين ويشملنا كلنا. لا 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 لا، أولاد العسل هذا اسم قروي، ما في غنى، مش غنان يعني. يا جماعة الخير خلونا نسمع رأي عقيلة. أولاد العسل اسم مناسب ويشملنا كلنا مثل ما قال سلام. حارب، إيش رأيك؟ إيش رأي بعد؟ أولاد العسم، أولاد العسم، أنا رأي من رأي عقيلة. إذن أولاد العسم اسم الشركة. في هذه الحالة خلونا يا جماعة الخير نوزع المهام بينكم. أنا أقول إن الأمور المالية. لا 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 لا، أنا. جلس، مالك مستفيد. جلس. الشؤون المالية علي أنا بحكم خبرتي وتعاملي مع الناس في السوق. وليش ما تكون لعقيلة بحكم شهادتها ومعرفتها في الحاسب الآلي؟ ولا ايش رايك يا عقيلة؟ انا في الاول يهمني اسمع راي سلام. تو هذه سالفة اليوم شايل عن الالقاب، لا عمي ولا شيء. ننتظر نسمع صوتك يا سلام. سلام، انا من رايي يا جماعة ان هذه الامور المالية يمسكها الأخ حارب وبذن عقيلة بحكم الشهادة والخبرة. أحسنت يا ولد العم، أحسنت، أسميك ما قصرت، حكمت فعدلت. أنا بسألك سؤال، أنت صابغ صبغ شعر ولا صبغ جدران وسيارات؟ نعم، ها؟ صبغ جدران وقراجات وسيارات اللي صابغنا في راسك؟ إيش الكلام هذا؟ يا جماعة الخير شوفوا، الأمور المالية تكون عندكم، والأمور الإدارية ترجع لسلام بحكم أنه هو الوصي عليكم، يعني على كده هو يصير مدير عام المؤسسة وترجع له جميع الأمور الإدارية وخلصنا. ما دامت الأمور بين يدين سلام فأكيد كل شيء بيكون بخير. حتى لما تكون معي أنا يا بنت العام بتكون بخير، لكن ما دام سلام ما عنده شيء هذه الأيام بنعطيه، خلي يرجع. تعرف يا حارب يا أخوي، ودي أبوسك على رأسك على ذا الكلام الجميل، لكن ما أقدر، وانت عارف سبب ليش ما أقدر. والحين يا جماعة خلونا نشوف إيش اللي بنسويه في الأيام القادمة، هذا أهم شيء. لا لا، أنا ما متضايق. وليش أضايق أصلا؟ كل هذا وبعدك ما متضايق؟ المهم إحنا فرحانين لأنك أخيرا قررت تشتغل. فلتقرع طبول العمل. رديت لها هذه السالفة مرة ثانية؟ أنا لازم أثبت لها أني جدير بالاهتمام. الحين عرفنا ليش أنت متضايق. يلا خبرني من هذه اللي ما مهتمة فيك عشان أمسكها من اذنينها. لا يكون رديت لها هذيك بوود ردتك من زمان. أنت يحتاج لك جسر بيني وبينك في فهم الأمور حسب المتغيرات. أنا ما أفهم المتغيرات والأمور. أنا مهما تكلمت ومهما فسرت أشك ممكن أحصل حد يفهمني، فلتقرع طبول الاهتمام. هذا الولد ما تستقر حالته أبدا، كل يوم على حال، لا ويرد ويقول إنش أنت ما تفهميني. أنت الأول فهم نفسك، شوف أنت إيش تريد. ولدك يدور على شريكة حياته، هو محتاج لها في هذا الوقت عشان يبدأ معها. تعالي، صح ذكرتيني هند، حارب لا ما رضى يشاركني. يا لطيفة، الشراكة في الحياة هي الأساس، وشراكة العمل زينة بس لازم تكون خارج شراكة الحياة. يعني إيش؟ يعني المصالح الشخصية والأنانية ما لازم تدخل بينهم أكثر عن اللازم. بحكم أن الأخ سلام مدير عام الشركة والمسؤول عن الإدارة، فمن حقه أن يوظف أو يقيل أي موظف. هذا معروف بحكم المسؤولية الإدارية، لكن يهمنا نعرف في نية لفتح باب التوظيف. يا سلام، مبدئيا أنا بقول شكرا للأخ نافع أبو زهر. بالعكس، لا شكرا على واجب. أنت محامي الشركة حسب اتفاق بينك وبين المرحوم، لكن الحين الإدارة لها رأي ثاني.
غبت نافع. ليش هذا الرأي بعد؟ الرأي إن نعفيك من هذه المهمة. كيف؟ الله أكبر، يا سلام سلم. أسمي إن قرار صائب. أنا هذا أبغض بعضك العوار زي يوم طفرت بوزين. يا جماعة خير يا حرب، أنا سويت شيء غلط يعني لا سمح الله؟ لا حاشا تبا غلط يا رافع، أنت كفيت ووفيت وتحملت الأمانة. إذا كان هو كل هذا فليش قرار الإعفاء؟ والله هذا كلام سليم. ليش قرار الإعفاء؟ هذا قرار ظالم. نعم أنت لا تجلس تنطط كل شوية برأي، خليك على قرار واحد. أنا رأيي من رأي أقيلة. أخ سلام، اللي أريد أعرفه يعني أنا ما حيدني يعني قصرت في حقكم ولا شيء. من يوم ما أشتغل مع عمكم عيد الله يرحمه أبداً ما قصرت. أنت ما حد شاف منك إلا كل خير يا نافع، وأنا ما أريدك محامي للشركة وبس، إنما أريدك تكون كموظف دائم في الشركة أساسي ورئيسي. شكرا. اكتب يا عمر، بحكم مسؤوليتي أعين الأخ نافع أبو طقم، قصدي أبو زاهر، المساعد الأول وبالراتب اللي يطلبه. اكتب يا عمر. حاضر. مبروك يا أستاذ نافع، مبروك. معجب طلتك البهية وهذا الصبغ اللي دوخ اللي راسي. يا سلام يا أخوي، هذا نوع من التغيير. لا تجلس تتعير علي. نوع من التغيير ها؟ إيش معنى هذه الأيام؟ إيش قصدك يعني؟ قصدي بتعمك عقيلة لكل شوية تغير رأيك علشانها. يا ريال عيب عليك، عيب عليك. وين هبت؟ الهيبة موجودة يا سلام، لكن تعال 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 تعال. معنى هذا العقيلة هذه الأيام جالسة تناديك حام؟ ليش؟ ها؟ وأنا إيش دراني؟ أنا وحدي مستغرب. المهم لا تغير الموضوع. لا لا أنا ما مغير الموضوع، لكن يكون في علمك. أنا ترى ما أخذ بالي، ها؟ يكون في علمك. على العموم أنا بنبهها عن هذا السالفة. بعدين أنت لا تنسى، هذه عقيلة مثل بنتك. عقيلة أولاً هذه بنت عمي العسن، أنا وياها ولاد عم. انت ليش ناوي؟ هتزوجها؟ حظل انك جنيت ولطيفة؟ بقنعها وانت بتساعد. اساعدك؟ اساعدك في ايش؟ تكلمني يا سلام، هذه يعني تسمع كلامك زين؟ لا لا لا، انت فعلا جنيت. الظاهر هذا الصبغ سوى دوده في راسك. اسمعني، احسن لك تراجع نفسك ولا تراني انا بخبر لطيفة. قول يا سلام، يعني في مانع؟ ايش المانع يا اخي؟ المانع ان عقيلة في سن ولدك رشيد، والمانع انك داخل على طمع. ما دام انك عرفت السالفة احسن لي اقلبها على راسك يا العيار. ليش سكت؟ كلامي غلط؟ طبعا لا، انت كلامك غلط، انت كل كلامك صحيح. يا سلام يا اخويا، يعني مثل كذا. ها؟ سويت انك انت. اسمع الاغنية، اللي عبالك.
نعم. من؟ المحامي نافع؟ خير؟ طيب طيب خلاص بمر عليك. ما في أحسن من هذه الفرصة يا حارب. تعب نفسك مع هذه الأشجار يا هند. إيش أسوي يا حارب؟ ترى جالسة أسلي نفسي. يا سلام، ليش ما جاء معك؟ سلام كان معي بس ركب سيارته ورجع لي عقيلة في الشركة. عارفين انهم يشتغلوا مع بعض يعني، وهذه الايام كثرة اجتماعاتهم. ايوه بس المفروض انت تكون معهم. ما يبغيوني ما يبغيوني. حار كاني اقرا في عيونك كلام وتريد تقوله. اي صفحه من العين يعني؟ هذه ولا هذه؟ انا ما جالس امزح معك. خير ايش هناك؟ بقول لك وسمعيني زين، فتح عيونك يا هند. مسقط الأوراق المالية. إيه خير زين، خلاص بنرجع بنتكلم. إيه لو ما لها صوت ما طبيعي. يلا أتحرك أشوف رزقي. كيف الأسعار؟ أسعار اليوم سعر عندنا الأسعار الحبة الإغراس واحد على 25 ريال. وإذا بالجملة كلها مرة واحدة؟ 25 23 نهاية. مرة واحدة كيف؟ مرة واحدة على طول ماشي مناقص من كذا. أنا أبغاهن كلهم بالجملة. 22 كم حبة هي 30 40؟ في السيارة هذه؟ إيه؟ فيها من 30. أنت سيارة واحدة بس؟ سيارتين أبغي؟ سيارتين فيها فوق 60. تبغى بالجملة بنشوف معك يعني أعطيك نهائيا على 22. 22 على 22. ما تنزل شوية؟ لا لسه اللي بعد. لحظة شوية. نعم. هند خير؟ لا لا ما في الشركة، أنا في سوق الأغنام. خير علامك، مالك اليوم أنت؟ الله يهديك. وليش لا؟ الراتب مغري والمجموعة اللي تشتغل معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأسعار؟ أسعار اليوم سعر عندنا الأسعار الحبة الإغراس واحد على 25 ريال. وإذا بالجملة كلها مرة واحدة؟ 23 نهاية.
مره واحده اجيب له واحد على طول. وما دام انه العم سلام يعرف انه ما عندي خبره وما يعرف يعني قيمه المهنيه، ليش يوظفني؟ هذا السؤال توجهه لعمك سلام، بس اذا تريد رايي فكر قبل لا تقرر. طيب انا استاذن يا استاذ نافع. فلتقرع طبول التفكير. خير مالك؟ عيوني متغيرة علي هالايام بنت الراوي، مو مستوي خير؟ ما مستوي شيء وما صار شيء للحين، واذا صار شيء بتصير مشكلة. اول مرة تكلميني وما فهمت، ما هيش مستوي، وضحيني. انا ما عندي شيء اوضحه لحد ما ايه؟ لا لا ابدا ابدا ما صاير شيء. هيا ليش ما قلتي معنا؟ فؤادي يحورني. سلامة فؤادك ان شاء الله. ان شاء الله انا اوديك المستشفى. لا ما يحتاج، انا الحين بخير. سلام سلام. ردك ناديك. سلام سلام. كذا حاف عيني عينك. تصدق يا اهل هاي البنية ما ادري ايش فيها، شايله الكلاف ولا القاب هالايام، ما ادري علامة. يمكن نسيت، يمكن حد قال لها ما يحتاج للقاب. ليش تسمي الروس الكلاب؟ ليش تسمي الروس؟ من حرة فؤادي. ترى قلت لك فؤادي يعورني. زين هنيتي شوي شوي على براتي، لا تقصرين شوي شوي عليه. سلام، انت هنا وانا جالسة ادور عليك، بغيتك في موضوع شوية. موجود موجود يا عقيلة، ما عليه، تراني زوجته وشغلت عنك. خير يا عقيلة يا بنتي، ايش هناك؟ بنتك؟ الحقيقة بغيتك في موضوع على انفراد. وهذا الموضوع ما يصير يعني تكلمي قدامي؟ ما عليه، بترخص، بخليكم على راحتكم. خليك مكانك يا هند. تعالي يا عقيلة يا بنتي، قول ايش عندك؟ أنا ما بيني وبين زوجتي هند أسرار، هي شريكتي في كل شيء، كلمي. خلاص خلاص ما يحتاج، أنا بكلمك مرة ثانية. لا 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 لا، ما يحتاج، لا مرة ثانية ولا مرة ثالثة، أنا رايحة. خويراتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. زعلت؟ إيش بغيتي؟ سلام أنا. عمي سلام. لما تناديني قولي يا عمي سلام، وكفاية إنك طفرتي زوجتي. بصراحة ما أقدر أقولها، أنا ما أشوفك بهذيك الطريقة، أنا أشوفك شيء ثاني. كيف شيء ثاني؟ وبصراحة أريدك لما تناديني ما تقول لي يا بنتي. كملت وبعد أنا ما أعرف ليش أنت تشوف فارق السن حاجز بيني وبينك. بس حدك لحد هنا يا بنت العسل، وسمعيني زين. أنا أقول أنت زعلانة، بس أنا أقول هند لازم تتأكدي. أقول ليش تنادي سلام حاف ولما تريد تكلمه ما تكلمه قدامي. زين إنك خبرتني يا حارب. غرور يا أختي يا هند، شايب وعايب. أكيد بالله عليك أنت رجال شدة عدة، تفكر في واحدة مثل بنتك؟ أقصد يعني لو كنتم خلفين يعني. معقولة؟ معقولة يريد يتزوجها عشان الأولاد؟ وليش لا؟ شافها بنية حلوة وجميلة. والشيء الثاني والأهم الورث. بس خلاص لا تزيدوني، انا بعرف شغلي معها. الظاهر ان الطبخه استوت. وبياكلها سلام.
هذا حارب ابوي ما يلعب الست. هذا الموضوع اللي قلت لي عليه ونفذته. فكرت في موضوع الشراكه؟ معلش ومال الشراكه ما وقت الحين، خلينا نخلص من هذا الموضوع اول. لا إلين متى يعني؟ ليش تأمروا على العم سلام؟ وليش عقيلة هي الطعم؟ طلقني. نعم؟ أطلقت؟ فيش تقول لي أنتِ؟ أنتِ فاهمة غلط الظاهر. سمعيني يا هند؟ أنا ما أريد أسمع شيء، كفاية. سمعيني يا بنت الراوي، علم. أنا اللي صبرت معك كل هذه السنين، لكن الحين خلاص. روح تزوجها، روح جيب منها أولاد. سلام، طلقني. ما أقدر، ما أقدر، ما ممكن يا هند، ما ممكن. أعطيني فرصة أوضح لك. توضح إيش؟ يا ريت لو أنا الوحيدة اللي فاهمة كده. حتى لطيفة وحارب وملاحظينكم. ما في شيء يستخبى. خسارة، خسارة يا سلام. لطيفة وحارب؟ أيوة، لولا حارب ما كنت عرفت الحقيقة، كنت عشت مغفلة. الحين عرفت السالفة. لعبته يا حارب، ما عليه مردودة. إذا تريد مقالب ابشر من اليوم ورايح، بس مقالبي ما بتكون عادية. مالك سكت؟ رد. بالأول صلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. استحق النبي محمد بن عبد الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انت ايش تبى تقول؟ صدقيني يا هند، السالفة ما فيها ومالك علي حلفان. حارب هو اللي باغي يتزوج عقيلة، وخبرني بهذا الكلام وصارحني، لكن لما تحديت أنا وقلت له بخبر لطيفة عليك قام وقلبها علي، والباقي انت تعرفين. معقول تقوله؟ ولا انت تضحك علي؟ وانا من متى اضحك؟ انا من مالي عيني غيرك، من مالنها. تتعرفين زيد يا بنت الراوي اني احبك واموت فيك وما اقدر استغنى عنك. ودي اصدقك، ودي فعلا يكون مقلب من مقالب حار، لكن لا لكن ولا شيء. انا برد عليها المقلب هذا وتاكدي بعدين من صدق كلامي. سميني. إذا صار شيء بينك وبين زوجتك ترى ما أنا السبب، أرجوك والله صدق. لا 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 تشيل هم، هند فهمت كل شيء بعد ما خبرتها بالحقيقة. أنا إيش قلت لها؟ ما عليك أنت زغط كذاك. إيش قلت لها بعد؟ هند تعتقد أني أنا باغي أتزوج عقيلة، بس أنا وضحت لها السالفة. إذا فهمني أقول إيش قلت لها. أقول خذيت أنت معي وأنا رايح عند عقيلة أخطبها لك. خطبت لي عقيلة؟ وافقت. والله وافقت؟ لا 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 مستحيل مستحيل. كيف كيف يعني خبرني؟ وليش مستحيل؟ كيف ما هذا طلبك؟ سلام قول كلام غير عن هذا الكلام. للأسف وافقت. لا وفرحانة بعد، وتقول يا ريت يا ريت. ثم تقول يا ريت يا ريت. غشيمة ترى ما تعرف مصلحتها. كيف غشيمة يعني؟ غشيمة أنا رضت تتزوج واحد مثلك. الحين قول لي إيش قلت لها بالضبط؟ كأنك غيرت رايك وما تبغى تتزوجها مثل ما خبرتني. لا أبغى أتزوجها وأبغى سلام، لكن معقولة عقيلة تتزوج واحد أكبر منها سنة؟ تراك أنت سويت التحسينات المطلوبة وهذا باين على راسك. ها تفهمني وقول لي إيش هي السالفة.
أنا بفهمك السالفة. عقيلة طلع عندها عقدة الشعر الأبيض. مو هذا بعد عقدة الشعر الأبيض، ما عقد شعر، مو شعر أبيض بعد. طول عمرك بغام وما تفهم، طول عمرك بغام، بغام ما تفهم، مو أسوي فيك. سلام؟ أنا بخبرك أبوي. قول. أنا الله يسلمك من مدة قريت رواية لإحسان عبد القدوس. تعرفه؟ هذا إحسان القدوس، هذا مال ديكور مال جبس. إحسان عبد القدوس مال ديكور مال جبس. ما له عقيدة، مو في ذا، مو سوي. هذا رواية معروف ومشهور. إيش مو سوى هذا رواية معروف ومشهور؟ مو سوي. هاي الرجال له رواية اسمها العذراء والشعر الأبيض. زين. يعني باختصار بقول لك عن هالرواية إن بنت مراهقة تعلقت بزوج أمها، واللي عجبها في زوج أمها خصلت الشعر الأبيض اللي على الجنب. عقب سلام أقول لك، إيش رأيك أنا أسوي لي خصلة بيضاء؟ وطلعت عقيلة من هاي النوع. تعرف ليش؟ عشان يمكن فقدت أبوها. هسمين أنا ما أسأل سلام، لكن أقول أنا بغى أسألك سؤال يا أخي. هات تو هذه عقيلة، ليش ناديك ذاك باسمك حاف تقول لك سلام؟ تراني سألت يا حارب، تعرف إيش قالت لي قدامهن؟ إيش؟ ما تلعس أنا بيض حارب. مساكينة تغيظ لي، وأنا الله العبليسي ما فاهم شيء. ترى كثور معمم بغى من تفهم. سلام؟ لا بس ماشي شوية، عبرت عن شعوري يعني شوية. أقول سلام؟ أنا متى استملك؟ أنا متى استملك؟ تبغى تستملك ها؟ مستعجل؟ سكت مستعجل اليوم قبل ب... اليوم بتستملك يا المعرس. لطيفة؟ لا شبحها. أنا والله أنا سلام والله أنا. مو أنا تكلم مالك. أنا سلام يعني كيف يعني؟ سلام يقول لك استافة. اسمعني، إذا تبغى تسوي مقالب لا تسويها علي، أنا تراها كلها بتطيح على راسك. إيش تبغى تستملك ها؟ مستعجل؟ سكت مستعجل يوم قبل ب...